السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم قررت أنني نشارك معكم بسطيلة ديال الحوت بطريقة سهلة جدا ومختصرة وفي متناول الجميع. خليكم معي لآخر الفيديو باش تفهموا الطريقة. إذن على بركة الله كناخذ واحد المقلة، كنضيف واحد ملعقة ديال زيت المائدة. انا هنا قطعت 500 غرام ديال الكالامر، فبالنسبه للكميه فكتبقى على حسب المتوفر في المنزل، نقدروا نزيدوا نقدروا كذلك نقصوا فماشي مشكل. كنضيف القليل ديال الملح، ربع ملعقه صغيره ديال الابزار، وربع ملعقه ديال الثومه محكوكه. كنزيدوا العافيه مزيان وكنصوطيو هاد الكالامر حتى كيتشرب داك المرق وكذلك كينشف. المكون الثاني اللي استعملت هو الكروفيت. غادي نطيبوها بنفس الطريقه اللي طيبنا بها الكالامار، وبالنسبه للكميه فخديت كذلك 500 غرام. كنعاود نذكركم بان العافيه كتكون زايده، وعلاش كنزيدوها؟ حيت السمك ديالنا بغيناه يجي ناشف مزيان وكذلك ما يطلقش لينا داك الماء ديالو. فهو الفطر الابيض او شامبينيون اللي كيكون معلب. انا خديت هنايا 3 ديال العلب صغيره، كنحمروها كذلك في نفس المقلات بنفس الطريقه اللي طيبنا بها السمك. بالنسبه للمكون الرابع فهو السمك. كنحتاجوا اي نوع ديال السمك متوفر عندكم في الدار، لكن من الاحسن انه يكون اللون ديالو ابيض. انا هنايا اختاريت سمك الميرلا، حتى هو غادي نحمروه شويه في المقلات بنفس الطريقه. الان في واحد الطنجره كنوضعوا ماء ساخن، واحد ورقه ديال سيدنا موسى، القليل ديال القشور ديال الكروفيت، وكنخليوهم يغلاو حتى 3 دقائق. من بعد كنصفيوه وكنخليو غير داك الحساء. كنوضعوا القليل ديال الملح، وانا هنايا غادي نستعمل جوج باكيات ديال الشعريه الصينيه. غنخليها في داك الحساء مده ديال 10 دقائق. نغطيو الطنجره ديالنا ومن بعد كنصفيو الشعريه. الان كنتقلوا باش نصاوبوا الشرموله ديالنا. كنحتاجوا عصير ديال ليمونه كبيره، زلافه كبيره ديال القزبر ومعدنوس، جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، 3 معالق كبار صوص ديال السوجا، وجوج معالق كبار ديال صوص حاره، نصف ملعقه صغيره ديال الموطارد اختياريه، ربع ملعقه ديال الكمون، ونصف ملعقه ديال ابزار، قليل ديال الملح، وجوج معالق كبارين ديال الفلفله حمراء. كيف ما كتشاهدوا خلطنا جميع المكونات في واحد الاناء، من بعد كنطحنوهم بواحد الخلاط كهربائي بها باش كنتبلوا السمك ديالنا. كنوضعوا جميع المكونات في واحد المقلات، كنحركوهم مزيان حتى داك الخليط ينسجم مع بعضه البعض. وهنايا ممكن انكم تزيد واحد البصله فهي كتعطي واحد المذاق اللي هو هائل. وما كنساوش اننا نقطعوا الشعريه ديالنا، ومن بعد ما كنمزجوا جميع المكونات كنوضعهم على نار اللي هي مهيله كيزيدوا يتحمروا واحد 3 ديال الدقائق. وهذه الخطوه فهي اختياريه، كنديروها باش يزيد داك المذاق ديال العطريه يدخل مع المكونات وينسجم مع بعضه البعض. كندوزوا مباشره للورقه ديالنا، وفي نفس الوقت كنخليو ديك الشعريه تبرد. انا هنايا الورقه ديالي كندهنها فقط بالزيت، زيت المائده، وانتم تقدروا تدهنوها بزبده او البيض على حسب ذوق ديالكم. لكن اذا دهنتوها بالزيت فمنين كطيب كتجي مقرمشه اكثر. هنايا كنوضع نصف كميه ديال الحشوه، وفي الوسط كنوضع الميرلا اللي سبق لي ونقيتها مزيان.
اما الطبقه الثانيه فكنوضع ديك الحشوه اللي بقات ليا. اذا كنجمعوا الورقه ديالنا بهذه الطريقه مع استمرار الدهن بالزيت. كنقاد الجوانب بالاصابع ديالي. من بعد ما كنكمل كندهن البسطيله ديالي بصفار ديال البيض. صراحه صفار ديال البيض كيعطيها واحد اللون اللي هو هائل، واحد اللون ذهبي. وبعد ذلك كندخلوها للفرن تحمر لينا على كلتا الجهتين. انا هنايا خدات ليا نصف ساعه ديال الطياب على نار جد مهيله. اذا يا احبابي بالنسبه للتزيين انا اختاريت انني نزينها بالقليل ديال الجبن المحكوك، كذلك قطع ديال الليمون وحبات ديال الكروفيت. هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالي اللي صوت معكم بطريقه سهله جدا، كذلك مختصره وفي متناول الجميع. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي وتشاركوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم باش تكبر القناه ديالي. شكرا لكم على تتبعكم وعلى تعليقكم الزوين. السلام عليكم، الى فيديو مقبل ان شاء الله.